السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة عبر برنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة السيد محمود عيسى إبراهيم، صاحب محل الزعرير للأحذية في منطقة طبرق. سيد محمود عيسى إبراهيم، رحب فيك برنامجنا الوطني. بداية قلت أحكي لك مساء الخير. الله يمسك بالنور. نعم سيد محمود، بالبداية أنت أشهر من أن تعرف في هذا القطاع ولك الباع الطويل والخبرة في مجال الأحذية والجملة. حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر عن حياتك العملية والمهنية. من هو السيد محمود عيسى إبراهيم؟ تفضل. بداية أنا موظف في وزارة السياحة. نعم. اللي خدمة تقريبا 24 سنة. نعم. ومارست مهنة التجارة تقريبا من 12 سنة. نعم. وحاليا أنا صاحب محل أحذية مفرق بالجملة. نعم. نعم جميل. نتحدث الآن عن تأسيس هذا المحل، محل الزعرير. متى تأسس هذا المحل العريق؟ تأسس عام 2011. جميل. نتحدث عن أبرز الخدمات، نتحدث عن جودة الأحذية داخل هذا المحل. بيحتوي المحل طبعا جميع الموديلات المتوفرة للبيبي. نعم. الولادي، بناتي. نعم. ستاتي، رجالي. بالنسبة للمنشأ الأحذية تقريبا ما بين صناعة أردنية بنفتخر فيها. نعم. ومنحاول ركز عليها، وعندك طبعا القطع الصينية وعندك القطع السورية والقطع برضو الأوروبية. نعم، نتحدث عن استيراد هذه القطع، يعني هل هي من داخل الأردن أم من خارج الأردن؟ بالنسبة للأحذية اللي مصنعة داخليا عنا هون بالأردن. نعم. يعني صناعة أردنية 100% محلية، من السوق المحلي بنحكي بشكل عام. السوق المحلي موجودة. نعم. جميل. كيف ترى التعاون بين السوق المحلي ومحل الزعرير؟ هل يوجد تعاون ملحوظ؟ والله احنا بنحاول نتعاون مع جميع التجار اللي موجودين حاليا بالجمله، وتحديدا بالنسبه لموضوع الصناعه الوطنيه. نعم نعم. مركز عليه اكثر من المستورد. جميل. بماذا يتميز محل الزعرير للاحذيه مع احترامي لجميع المحلات في هذا القطاع عن محلات اخرى؟ يتنوع انه العائله الاردنيه عندما تدخل الى محل الزعرير تجد الموديلات من البيبي حتى الرجالي. نعم. فهو مكان واحد للتسوق لجميع العائله، وبأسعار متناول يد الجميع. كثير منافسة. أكيد أكيد أكيد. يعني يوجد تنافس في السوق المحلي، أكيد إحنا نرغب بهالشيء. أكيد حلو الاستثمار بالسوق المحلي، حلو المنافسة. لكن كيف ترى تطور هذا القطاع، قطاع الأحذية في الأردن؟ هل هو متطور بالشكل الملحوظ؟ ممكن يكون متطور من ناحية الصناعة المحلية. الصناعة المحلية. الصناعة المحلية. نعم. نعم جميل. يعني بدأت تجد لها أثر كبير في الأسواق. جميل. لجودتها. جميل. هل تواجهنا أي مشكلات أو معوقات تواجه هذا القطاع سيد محمود؟ والله لا أخفيك، بالنسبة لموضوع التعرفة الجمركية على الأحذية. أكيد. يعني إحنا نسعى أو نطالب يعني الجهات المعنية إنه بالنسبة الاستيراد يكون في تخفيض على نسبة التعرفة الجمركية، حتى انه التاجر يتمكن منه يوفر للمواطن الاردني جودة عالية افضل للقطع. جميل جميل جميل. يا النقابة بتتعاون معكم؟ والله بالنسبة لي للاسف ما فيش اي تواصل. لا يوجد تواصل للاسف. للأسف. تحب توجه لهم رسالة عبر هذه الشاشة للتعاون اكيد الدائم مع هذا القطاع؟ والله طبعا اكيد بهمنا انه يكون في تعاون وفي تنسيق. نعم. وانه نحاول نكون مثلاً قريبين بعض حتى يعني نحل المشاكل الموجودة بالسوق. يعني أكيد هذه نقابة أصحاب الأحذية بنحكي لها إحنا. نعم. نعم جميل. يعني إحنا أكيد بنوجه نداء لنقابة أصحاب الأحذية للتعاون أكيد مع هذا القطاع، قطاع الأحذية أكيد قطاع مهم في السوق المحلي. يعني سيدي محمود، ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية لهذا المحل، محل الزعرير؟ أكيد لكم طموحات شتى ورؤية مستقبلية للتوسع في مجال التوسع في محافظات مختلفة إن شاء الله عن قريب. والله بحمد الله، يعني بالنسبة لاسم زعرير له ثلاث فروع في عمان. نعم جميل. نعم. طبعا يتأمل واحد انه يكون له فروع اخرى بالمحافظات. نعم. علما انه يوجد محلات اخرى لكن ليس بنفس الاسم. ليس بنفس الاسم. نعم. اتمنى لك التوفيق والنجاح. سيد محمود، قبل نهاية هذا البرنامج الوطني، نحن نعيش منظومة نعمة أمن وأمان، الحمد لله لنعمة الأمن والأمان. الحمد لله. لو قدر لك في هذه الأيام أن تقابلت مع جلالة القائد الأعلى، جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، ماذا ستقول له عبر هذه الشاشة؟ بداية أقول له الله يمسك بالخير سيدنا، والله يطيل عمرك. نعم. ونحن كمواطنين أردنيين نفتخر بهذه القيادة وبهذا الوطن الذي يؤمن لنا كل الحماية، الذي
أغلب الدول العربية تتمناه. أكيد يعني الله يديم نعمة الأمن والأمان وحماة الوطن. أكيد شو بتحب توجه لهم رسالة العين السهرة؟ الله يعطيهم العافية. العين السهرة إخواننا وحبايبنا وأهلنا. نعم. وعين السهرة زي ما حكيت أنت. أكيد الله يديم نعمة الأمن والأمان. الله يعطيهم العافية والله يخلينا جلالة الملك. الله يديم نعمة الأمن والأمان على سائر بلاد المسلمين ما دام وجد الاستقرار وجد الاستثمار. نعم. سيد محمود شو بتحب توجه رسالة أخيرة للسادة المشاهدين قبل نهاية هذا البرنامج الوطني؟ إن شاء الله تكون سنة خير على الجميع سنة 2017. تفضل. الله يسلمك يا رب. نعم. طبعا بمسي على المواطن الأردني أينما كان في هذا الوطن الغالي. وبالنسبة لقطاع الأحذية بدهم ما يلومونا إذا كان في ارتفاع السنة هاي على القطع الأحذية للأسف يعني بسبب التعرف الجمركية، ولكن مع ذلك نحن نوعدهم دائما بالجودة وبالأسعار المنافسة بالسوق. أكيد أكيد إن شاء الله تكون سنة خير على الجميع. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام نتقدم الشكر الجزيل لسعادة السيد محمود عيسى المعايطة صاحب محل الزعرير للأحذية في منطقة طبربور. أتمنى لك التوفيق سيد محمود، نشكرك لهمتك معنا لبرنامجنا الوطني إنجازات وطنية. الله يعطيك العافية. الله يحييك. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا. راسك بالعالي مرفوع الهامة، انت اردني اهل الكرامة. راسك بالعالي مرفوع الهامة، انت اردني اهل الكرامة. من الشمس السمرة من التراب الغالي، من ارض الهيبة جبينك مهيا. راسك بالعالي مرفوع الهامة، انت اردني اهل الكرامة.